السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارك هي منصة للذكاء الاصطناعي، بيعمل اركتكتشر سكيماتيك ديزاين زي ما انت شايف. ده كل ده بالذكاء الاصطناعي، مجرد ان انت بتختار الفلور بلان تايب اللي انت عايزه، ويبدأ ان هو يساعدك في التصميم بخطوات بسيطة، فتقدر ان انت تصمم بشكل اسرع، ويقدر يعمل لك تصميم تخطيطي عمراني ويوفر عليك وقت كتير جدا، وبيكون مطابق للأكواد أو التقود، تمام. وليك إن أنت تاخد نسخة ديمو سواء أنت أركتكتشر أو ديفولوبر. طيب خلينا نشوف الفيديو اللي هو عامله. طبعا فكرة الذكاء الصناعي دي بتقلل الأخطاء، لكن محتاج برضو إن أنت ترجع عليها، بحيث إن أنت مجرد إن أنت بتبدأ ترسم حاجة هو بيبدأ يصمم لك التصميم كاملا. يعني مثلا تبدأ ترسم حدود المكان، فهو يبدأ يحط لك مثلا تخطيط مبدئي لتوزيع المساحات وتوزيع السيارات وهكذا، وتقدر تشوف كل الحاجات اللي أنت بتعملها دي 3D. يعني مجرد بس ترسم خطوط بسيطة ويجيب لك كل المعلومات أو التحليل للمشروع.